بنت المشايخ ما تطحنش بالرحى زي النسوان. قلنا سهل مشيها ناهي، لكن متوقعش انه بنت المشايخ تلوي من بيت لبيت ومن شارع لشارع. بنت المشايخ صارت تعمل الواجب تعزي بتغلب، وبعد رجعت تسلم على سلمى. سلمى؟ سلمى دي مسكينة طول عمرها وهي جالس مستني ابن عمها يجي يتزوجه، والاخر ايش؟ روحوا لعنده سكته. مش تعمل لي الحفه والزفه؟ لو دريت انش توصل لسلمى هو ما يشتيهاش. لو يخيروا الوحده مننا ما بين زفات السلاطين والملوك وبين قلبي حبه، والله ما تختار الا القلب يا مانع. لقينا الكلام الناس الفارغين. اسمع يا مانع، اني داري انك ما تشتينيش، وانه كان عينك على بنت عمك ضبيه. كنت اقول بالبدايه يمكن العيب في بيني، يمكن اني منقصه معك بشيء، بس لا يا مانع، اكتشفت ان العيب مش في بيني، العيب في بك انت. انت اللي مش قادر حتى تحب نفسك. ايش تقول يا مره؟ مانع اصح، كقول ليش عملت عشان تحب نفسك؟ عمك شل عليك المشيخة مثل ما تقول. أنت إيش عملت؟ قفيت، شلّي مني، قفيت من الدنيا دي كله. تزعج مني يا مانع، أنا أقول الصدق. لما شل عمك فاضل عليك المشيخة وأنت مضيع نفسك بين التوتن والسهرة مع صعاليك العزلة، لا حاربت عشان ترجع مشيخة ولا حتى حاولت تعرف الناس اللي تحبك. أبي، أبي كسرني يا غزال، كسرني. كسرك أبوك، عدل أنت نفسك. كيف؟ كيف؟ قولي لي كيف؟ أنا مش دارية كيف يا مامي. اللي دارية في أبوي إنك لو جلست على هذا الحال، جلست مقفي، عمرك مش ترجع حاجة يا مانع. غزال. هاي يا مانع. قومي من قدامي، قومي. قال قاسم قفي، قومي اعملي الغداء بدل اللواء من بيت لبيت. قومي.